Today, inshallah ta'ala, we're going to present one of our beloved students who is about to finish An-Nuraniya. Actually, he is in lesson number 17. Inshallah ta'ala, now he's going to recite some words, some ayat, inshallah ta'ala, from lesson number 17. Let's have a look. يَسْخُلْ خَيْرٍ رَافْتَدَيْنًا خَيْرًا يَفْتَيَا رَافْتَرَ خَيْرًا يَرَى هَدْمَ وَصَغَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ شِمْتَ رَاشَدَ شَرْ رَافْتَدَيْنًا شَرًّا يَفْتَيَا رَافْتَرَ شَرًّا يَرَى هَدْمَ وَصَغَرَهُ شَرًّا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Good job, mashallah. إِبْسَ يَسْكُونِ قَافْتَرْ صَغَرَقَ مِيقَ دَفْتَ دَنْدَلْ مِيقَ دَقْ مِيقَ دَنْ يَفْتَ وَسُونِ يَوْ مِيقَ دَيَّوْ ميمتحما ميقادا يوما Good job. فافتفى ميمتنون تكون من فمن يفتع تكون يع فمن يع ميمتنون تكون من فمن يعمل Good job. Of our students who finished An-Nuraniya and they are practicing the recitation without An-Nuraniya from different surahs, inshallah ta'ala. Let's start with one of our beloved students who finished An-Nuraniya and they are now reciting from the book of Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله عليك اتخذوا أيمانهم This is too much. Junnatan has to be just 2 seconds to count. Junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhim lakum ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج معارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة